الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، مرحبا بكم في نسائم الرحمة. وها نحن نسير مع رمضان إلى رحيل هذا الضيف الغالي، ورحمة الله لا ترحل، ونسائم الرحمة في كل الليالي والأيام. الله يتنزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله في كل ليلة، مواسم كثيرة، أبشروا بالخير. لكني أتحدث أن الله جل وعلا قد شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات نزداد بها إلى ربي قربا. هذا البدن لا بد أن تطهره وأن تزكيه، ألا وهي زكاة البدن، زكاة الفطر التي يستعد لها أهل الصيام وأهل الإيمان هذه الأيام، صغير، كبير، امرأة، رجل، كل من أدرك رمضان حيا، حتى الصغار الذين ما صاموا يخرجونها. إنها صدقة الشكر، إنها تتمة للنقص الذي صار في رمضان، إنها شعور بالرحمة. وأنت في رمضان كنت تبحث عند الرحمن للرحمة، صاع من طعام يخرجها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وعن من يعول وعن من كان يطعمهم في الشهر، مثل الخادمات والسائق، تخرج عنهم أنت كنت تطعمهم، تخرج عن الأطفال، حتى أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل اللي امرأة حامل تجاوزت 4 أشهر فيخرجه ولا حرج، ولو لم يخرجه أيضا لا حرج، تدفع من الطعام، ويجوز أن تدفعها إلى الجمعيات نقدا، والجمعية تقوم هي بشراء الطعام. ولذلك لو قالت جمعية ادفع 15 ريال أو 20 ريال أو أكثر أو أقل، ونحن سنقوم بشرائها وكالة، ثم سنعطيها الفقير، وذلك قبل صلاة العيد، ويجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين، ويتلمس بها أهل الفقر وأهل الحاجة، وأن تتأكد أن تقع موقعها. والأيام بعض الناس يخرج تمر ولا حرج، بعضهم يخرج أرز ولا حرج، بعضهم يخرج بر دقيق أو حب، كل ذلك لا حرج، يخرج الإنسان ما كان يحبه الناس. والآن الأرز الفقير يحتاجه، ونعطيه أكثر من فطرة حتى نعطيه ما يغنيه إلى السنة القادمة. هي لو أن إنسانا يأكل في العام 10 أكياس بالكيس الكبير 40، يجوز أنا أعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه حتى يجمع طعاما إلى العام الذي يليه. ويجوز أن يخرج الفقير إذا أتته من الزكاة نفسها عن نفسه، لا حرج، لأنه لما ملكها صارت له فيخرج عن نفسه. أحبابي، فرحة، وأن نتعاهد مع زكاة الفطر أيضا الصدقة. وأحيانا يكون الفقير الذي يأخذ الزكاة، جميل أن تضع مع زكاة الفطر صدقة أيضا تطهر بها بدنك وترضي بها ربك. أحبابي، كنتم في رمضان تريدون الرحمة من الرحمن، فارحموا ترحموا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اخرجوها من أطيب ما تجدون، فإن الله رزقنا وأعطانا سبحانه، وها هو يستقرضنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها طهرة لكم لما نقص من صيامكم، وأن يجعلها رفعة لكم.